السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. السوداني يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ببغداد. رئيس الجمهورية: العراق سيبقى ثابتا على موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. استشار السوداني: تواجد رئيس الفيفا في البصرة خطوة لرفع الحظر عن الملاعب. المندلاوي: العراق تجاوز أزماته ويتطلع للنهوض بواقعه في مجالات التنمية والاقتصاد. رئيس الوزراء: حكومتنا لن تدخر جهدا بدعم الشرطة ووزارة الداخلية. الجمارك ضبط 37 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد. إليكم تفاصيل الأخبار. افتتح رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الاثنين المبنى الجديد لمديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن السوداني افتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد. وأوضح البيان إن وزير الداخلية ومحافظ بغداد وعددا من المسؤولين في الوزارة كانوا في استقبال السوداني لدى افتتاحية المبنى، مبينا إن رئيس الوزراء قرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الشرطة ووزارة الداخلية أمام جدارية حملت صورهم. وأضاف إن السوداني أجرى جولة في أروقة المبنى الجديد المديرية، كما زار قاعة منظومة إصدار الجواز الإلكتروني مطلعا على مراحل العمل بالنظام الجديد الذي سيختزل 85% من الإجراءات السابقة، مشيرا إلى أنه سيضمن افتتاح 9 مكاتب مختصة في بغداد لتقديم هذه الخدمة و50 مكتبا في عموم أنحاء العراق، بالإضافة إلى 21 مكتبا في السفارات العراقية حول العالم، ومن المؤمل أن تفتتح قريبا. ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في فتح المكاتب المختصة لتقديم الخدمة في الأماكن العامة وعدم التقييد بالموقع الجغرافي، وأن تعتمد خدمة توصيل الجواز للمواطنين عبر البريد الحكومي، والتأكيد على اختزال الزمن وضغط الإجراءات من أجل تقديم خدمة متكاملة وسريعة لعموم المواطنين. استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الاثنين ممثل الرئيس الفلسطيني أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب. أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء بحسب بيان موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن شعب العراق بكل قومياته وأطيافه يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم، مشددا على أن العراق حكومة وشعبا سيبقى ثابتا على موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأعرب عن حرص العراق الدائم عن تقديم المساعدة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تعزز العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية في دعم قضيتها العادلة. وتحدث عن تطورات مجمل الأوضاع في العراق وخصوصا المتعلقة بالاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به البلد، وبما يساعد الحكومة على تنفيذ واجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم في العيش الكريم. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق مر بكثير من الحروب والمشاكل، موضحا أن السلام هو ما يحقق الازدهار. أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة أياد بنيان إن تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في افتتاح خليج 25 يعد مكسبا كبيرا وخطوة مهمة على طريق رفع الحظر بشكل كامل عن الملاعب العراقية. وقال بنيان إن تواجد رئيس الفيفا في البصرة يعد مكسبا كبيرا للعراق وخطوة فاعلة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، مبينا إن العراق أوصل رسالة للعالم بأن العراق آمن من خلال رئيس الفيفا الذي قطع مسافة كيلومترين راجلا وهو يمشي على قدميه للوصول للملعب بسبب الحشود والجماهير الغفيرة التي أحيت افتتاح البطولة في البصرة. وأضاف بنيان في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن إنفانتينو كان يمشي في صفوف الحشود ويلتقط الصور التذكارية مع الجماهير، وهذا مؤشر واضح للوضع الآمن في العراق. تابعا إن إنفانتينو أبدى سعادته بالحركة أمام الجمهور سيرا على الأقدام. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن مندلاوي الاثنين إن العراق تجاوز أزماته ويتطلع للنهوض الواقعي في مجالات التنمية والاقتصاد. وذكر مكتب المندلاوي في بيان إن رئيس الوفد النيابي النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ألقى كلمة العراق اليوم خلال مشاركته في الاجتماع العام 13 للجمعية البرلمانية الآسيوية والذي يقام في ولاية أنطاليا بتركيا للفترة
من 8 إلى 10 كانون الثاني 2023. دعا المندلاوي خلال كلمته دول أعضاء جمعية البرلمانات الآسيوية إلى توسيع التعاون المشترك لبناء شراكة حقيقية وفق مبدأ احترام السيادة، مبين أن العالم يمر بمتغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي، وأنه بالإمكان وضع قارة آسيا في صدارة دول العالم اقتصاديا وعسكريا إذا ما تعاون الجميع فيما بينهم نظرا لوجود الموارد البشرية والطبيعية الهائلة. وأكد أن مجلس النواب العراقي قطع شوطا كبيرا في تجاوز الأزمات السياسية وبصدد أقرار التشريعات الضرورية والمهمة، مشيرا إلى أن العراق استطاع التغلب على مشاكله الأمنية وأصبح اليوم أقوى بعد انتصاره على الإرهاب، ومؤخرا نجح في استضافة بطولة خليج 25 بعد أكثر من 42 سنة عن تنظيم آخر بطولة في البلاد، وهذا دليل على حالة الاستقرار التي يمر بها. تابع أن العراق يتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للنهوض بواقعه على المستويات كافة ولا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد. وأوضح أن استضافة بغداد اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة عام 2019 دليل على اهتمام العراق بالجمعية وأهمية البرلمانات الآسيوية مجددا في الوقت ذاته. موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاع السوداني الاثنين أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم جهاز الشرطة، مبينا أن البرنامج الحكومي شدد على أهمية تدعيم الأمن المجتمعي بوصفه مفتاحا لمجمل العملية الأمنية في العراق. وجاء في بيان لمكتب السوداني أن رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني حضر الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس الشرطة العراقية، وكان في استقبال وزير الداخلية والقادة والمسؤولون في الوزارة. وقال السوداني: نقف معكم اليوم لنحتفل بمئة عام، وعام مرت على تأسيس الشرطة العراقية الذي يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الأعوام من عملكم كانت مسار إنفاذ القانون ويد العدالة التي تحفظ المجتمع سلمه وأمنه وتحفظ الحقوق للناس وتطبق المساواة أمام القانون. وأضاف أن الشرطة العراقية كانت جزءا من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه رغم كل التحديات الخطيرة التي مرت بها الدولة العراقية ورغم كل مسببات الخراب للسلم الأهلي، سواء ما تركته الدكتاتورية أو ما خلفته الحروب وانحرافات السلطة، عبر حقب مرت شديدة الوطأة على شعبنا، لافتا إلى أنه عبر هذه الأعوام من وجود هذا الجهاز التنفيذي المهم جرى ترسيخ الأعراف والتقاليد الشرطية والأخلاقية وتبلور دوركم وفق القانون بصرف النظر عن إرادة الحاكم عبر حقب السنين. أعلنت هيئة الجمارك الاثنين ضبط 37 شاحنة مخالفة للتعليمات والشروط الاستيرادية عند مدخل العاصمة بغداد. وقالت الهيئة في بيان أن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ضبط 37 شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، وأضافت أن الشاحنات المخالفة محملة مواد غذائية متنوعة وخشب وأثاث منزلي ومواد إنشائية وعوازل كهربائية ومعدات أعلاف وأضافات علفية ومواد مختلفة أخرى.